السلطة الرابعة. بعد صوت العندليب عبد الحليم حافظ وصلنا للعشرة و14 دقيقة. نرجع للسلطة الرابعة، نجد التحية لكل أحبائنا، لكل مستمعينا ومشاهدينا. معكم أنتم نمشي لاستقبال ضيف عن طريق الهاتف، هو زميلنا الصحفي عبد الروف بالي. صباح النور. التأخير وتحية لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بك. إمضائك واسمك اليوم كانوا موجودين على تحقيق في جريدة الشروق في الصفحة 9 من الجريدة. في الصفحة الأولى نلقاو تتحكم في معطيات أساتذة وطلبة بالذكاء الاصطناعي، تحكي على شركة صهيونية تتغلغل في جامعات تونسية. قبل ما ندخلوا للملف هذايا، عبد الروف بالي للي ما يعرفكش، قديش من سنة مع الصحافة؟ شكون عبد الروف في 5 دقائق 4 دقائق للناس اللي ما تعرفش عبد الروف بالي؟ والله يا روف بالي هو في الصحافة منذ سنة 2007. اشتغلت في الصحافة الدولية القسم الدولي لجريدة الشروق، وبعد كده انتقلت من قسم السياسة الوطنية في جريدة الشروق، كذلك عضو سابق لنقابة الصحفيين، رئيس سابق لجمعية الصحفيين الشبان. حاولوا شوية شوية نعاونوا في بلادنا باللي نقدروا، وهذا هو معناه. واليوم نلقاوك في ملفات الشروق، الملفات هذية اليومية تفتحها شروق بقلم زميل من الزملاء. هل أنه الملفات هذية، بما أنه البارح قلت لي مش تكون سلسلة، نعم، حول المواضيع اللي مش تختارها، اليوم مش تتلهي أنت بالملفات ولا مش تبقاو تداولوا عليها؟ هو مفتوح لكل الزملاء، لأنه ملفات الشروق كل زميل أو زميلة يشتغل على ملفات معينة، باش تكون يعني هذه مساحة خاصة في المواقع التواصل الاجتماعي لجريدة الشروق، باش تكون مرئية هذه الإضافة اللي باش تكون موجودة انطلاقا من ملف هذا. يعني قرائنا بينجموا يتابعونا، حتى يعني بصريا ما عادش كان في الورقي بركة، وإنما اليوم ينجموا يتابعوا فيديو، فما حاجات اللي ما تنجمش تتعدى في الورقي، تكون معناها تلقى مساحة أكبر في الفيديو في الإلكتروني، يعني باش تعرضها كاملة، التفاصيل نجم تعمق فيها أكثر، يعني باش تكون فما إضافة مرئية ومسموعة لجريدة الشروق. نعم، اخترت موضوع الشركة الصهيونية اللي تتغلغل في الجامعات التونسية. منين نعم. جات الفكرة؟ كيفاش جات؟ والشركة هذية معني شنو كانت النقطة الأولى للانطلاق في إجراء هذا التحقيق؟ هي الشروق في كل مرة كنا نتحدث يعني على ملف من ملفات التطبيع الأكاديمي في الجامعة التونسية. مؤخرا كنا تحدثنا على ملتقى تشارك فيه الجمعية الصهيونية في تونس، من غادي يعني خاصة النجاح حق الشروق بالتصدي للمحاولة هذيك، خلى ناس أخرى مضطررة التغلغل الصهيوني ومحاولات التغلغل الصهيوني تتوجه للشروق. كان منهم أحد المضطرين هذوما هو شركة تونسية اضطرت بفعل النفوذ اللي تملكه الشركة الصهيونية هذية، ويعني إحصائها تمام تقريبا بشكل مش كلي. طبعا هي ما زالت رجعت تتنافس الشركة التونسية هذية، لكن الشركة الصهيونية تغلغلت في عديد الجامعات، وبالتالي يعني اخذنا الملف هذايا بحثنا فيه، اكتشفنا برشا معطيات وبرشا حقائق اللي خلتنا نتحدثوا على شركة صهيونية تتغلغل في الجامعة التونسية. يعني نعرفوا كل كلمة حكيناها، نعرفوا شنو معناها، نعرفوا مدى أهميتها، ونعرفوا انه فما عندنا وثائق وأدلة تثبت تحديث اللي قلناه في مقال اليوم، واللي ما زلنا باش نحكوه، اللي ما زال اكثر من يعني اليوم ما زلنا كبدينا اسامه في الملف هذايا. اليوم اول حلقه من الحلقات. اي اليوم اول حلقه فاتحه بيناتنا وبين الناس هذوما، ما يسالش الحلقات الجايه باش نتعمقوا، باش نوروكم حجم الدمار وحجم يعني التغلغل اللي موجود اليوم في الجامعه التونسيه، وباش نحاولوا كالعاده انه ندعو سلطه الاشراف باش تتحرك وباش تتصدى للظواهر هذه. لأنه شوف التغلغل في غالب الأحيان ما يتمش باسمهم، يتم أسماء تبعث لهم شي موهوبة، يتم تحت يعني عناوين كبيرة اللي تجبد ناس، معناها جبدة الدكاترة في الجامعة التونسية، جبدة الأساتذة،
لأنه يستعملوا عناوين كبيرة، يستعملوا يعني معناها واجهات سواء شركات أو أشخاص، ويستعملوا زادة برمجيات والذكاء الاصطناعي، لأنه من خلال أي أكيد هو الشركة هذه تقوم على الذكاء الاصطناعي كيفها كيف بيجاسوس اللي كانت تقوم على برامج الاختراق نتاع الهواتف الجوالة، واللي معناها فتحتها كنا تبعناها الناس كلها خاصة في المغرب وفي فرنسا وفي عديد الدول في الإمارات وفي غيرها كيف جسوا حتى على رؤساء دول. اليوم الملف نتاعنا يهم التجسس على البحوث العلمية سواء لسم الطلبة أو الأساتذة، و يعني التحكم في المعطيات أجهزتنا دون رقيب ودون حسيب وبعقود يعني أمضت عليها جامعات تونسية للأسف. قديش أخذ منك الملف بحث؟ قديش في الحلقة هذه على الأقل قديش أخذت منك بحث وتدقيق في المعلومات وبحث عن الوثائق واستقصاء؟ هو من حسن الحظ أنه الذكاء الاصطناعي اللي يستعملوه هم باش يخترقوا به، نحن زادة قادرين باش نستعملوه باش نثبتوا من أي معطيات توصلنا. وذلك علاش يعني اليوم سهل جدا، خاصة حلقة اليوم علاش قلت لك سهلة، ربما اللي جاي أصعب، لكن اللي حلقة اليوم هي سهل التثبت من المعطيات اللي وردت فيها، فقط يعني كتابة العناوين اللي اعتمدنا عليها العناوين الإلكترونية تهز ديريكت المصادر دعم الشركة هذه للصهاينة. كيفاش العائلة اللي تملك 100% الشركة هذه هي عائلة أمريكية صهيونية، كيفاش العائلة هذه يعني اشتغلت معناها عفوا ما كانت عندها حتى علاقة بالبحث العلمي إلا انطلاقا من سنة 2019 وقت اشترت هي الشركة أخرى هذه اللي توفر المنظومة الرقمية للتثبت من البلاجيات في البحوث العلمية، السرقات في البحوث العلمية. دونك الحلقه نتاع اليوم معطياتها سهله، واي مواطن تونسي قادر باش يدخل ويثبت ويعرف شنو هي الشركه ويعرف علاقاتها بالسايت. انت قلت اللي هي ما عندها حتى علاقه بالبحث العلمي، هي تشتغل في الاعلام في الاخبار في التلفزيون، وعندها مؤسسات تابعه ليها في مجالات اعلاميه وسينمائيه مختلفه. نلقاو زاده وثائق موجوده نشرت، نيو هاوس هذه العائله والعريضه اللي تقدمت للكونغرس والطلب بالوقوف الى جانب الكيان المحتل نهار 11 اكتوبر 2023، وتكتشفوا كل التفاصيل إذا خذيتوا جريدة شروق ومشيتوا للصفحة 9 متاحة. حددنا اليوم كيفاش تغلغلت في الجامعات التونسية، حددت اليوم غير ما نسميه بالطبيعة قديش من جامعة قديش من بحث علمي تم الاستيلاء عليه، وين يمشيوا الشركات هذية وين يحبوا يوصلوا معناها. هما شوف هما يتغلغلوا في المجتمعات في برشا دول مش كان في تونس، معناها يراقبوا عندهم معناها السلطة باش يراقبوا البحوث هذيا يتحصلوا عليها يخزنوها وين ما يحبوا هما، ينقلوها وين ما يحبوا هما، يعطوها للي يحبوا هما يسموهم شركائنا. دونك شركائهم انت ما تعرفهمش، اما هما عندهم الحق باش يعطوهم المعطيات هذيا، يعني خرق كامل للقانون التونسي والسيادة التونسية ولقوانين حماية المعطيات الشخصية في تونس ولسيادة الدولة التونسية. يعني فما معطيات باش ندخلوا لها إن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة باش تتم يعني وين وصلنا. في دول أخرى كان من المفروض يتم اكتشاف الوضعية هذه، لكن للأسف يعني في دول كما تونس ينجحوا أنهم يتغلقوا، لكن نتمنى أنه ديما يكونوا فما ناس فيهم بالمرصاد. معناها ثم نقاط عديدة كي تناولناها بالرسمي تثير الصدمة، ثم كي تشوف كيفاش فما ناس أخرى قاعدة تعاون فيهم في البلاد اللي يستهدفوها، معناها ناس عندهم مسؤوليات، ناس عندهم مستويات علمية كبيرة ياسر، لكن للأسف تلقاهم يعاونوا فيهم، ربما يكونوا ما سيبلهمش يعني بخلفيات الشركة هذه. لكن اليوم نحن جينا باش نوروا لهم الخلفيات بتاع الشركة هذه. أنت تشوف العريضة اللي قدمها النائب على العائلة هذيك في الكونغرس الأمريكي واللي تدعو للوقوف إلى جانب معناها الكيان الصهيوني، واللي الكلام تقريبا اللي قالوه هما في العريضة نتاعهم هذاك اللي دار بعض في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية وكأنه توجيهات، لأنه العائلات هذه راهي ماهيش مجرد عائلات بسيطة اللي معناها تقدم في خدمات للصهاينة، لا هذوما هما اللي يقودوا، هذوما وقت ما قدموا العريضة المصطلحات اللي استعملوها هما الدفاع حق الدفاع إسرائيل على نفسها، المقاومة هي أطراف إرهابية وغيرها يعني من المصطلحات اللي استعملوها هما
بعتيك الجنيه هي اللي راجت في وسائل الاعلام الامريكيه والغربيه الكل واصبحت هذيك القاعده. نعم، نحن قبيله في الساعه الاولى كنا تحدثنا على صحافه الحلول، لانه اليوم في العالم اجمع الصحفي كيف كنت يكشف يدقق يحقق يقدم معطيات، لكن يحب زيد يقدم حلول او يخلي المسؤولين يتحركوا. انتم وحسب ما قلت في الحلقه نتاع اليوم كنت اتصلتوا بوزاره الاشراف، هيئه مراقبه الصفقات العموميه، هيئه حمايه المعطيات الشخصيه، وقلت مش تعرضوا الردود نتاعهم في الحلقات القادمه. نسبقوا شويه نحن في عنوان كبير، هل انه التفاعل ايجابي؟ هل انه فهموا؟ هل انك في اتصالك بيهم وانت تعرض في المعطيات اللي عندك نجم اليوم نمنعوا الذكاء الاصطناعي؟ لانه اليوم العالم قريه، هل انه عن طريق القوانين اللي عندنا نجم نتحكموا في كل ما نتلقى عبر الانترنت؟ هو في ملفات كما الملف هذا القوانين اللي عندنا من المفروض تكون كافيه لو انها طبقت، لانه مثلا كي تحترم قانون الصفقات العموميه الشركه هذه عندها منافسين اجانب وعندها منافس تونسي اللي قادرين هما اللي يدخلوا الجامعه التونسيه وهما قادرين باش يحترموا، لانه في العقود نتاعهم واضحه عندنا ديجا جبنا نسخنا العقود سواء الخارجيه او نتاع الشركه التونسيه يحترموا المعطيات الشخصيه، ينص لك في الكونترا نتاعهم على القوانين اللي تحمي المعطيات الشخصية اللي تحمي السيادة الوطنية اللي تحترم القضاء التونسي، ما يقولكش لا رانا باش نتقاضوا في الدشرة الفلانية في الولاية الفلانية من أمريكا، لا التقاضي يكون أمام القضاء التونسي وغيره. دونك الوقت ما نحترموا سيادة بلادنا باش نلقوا روحنا صححنا على عقود تحترم قوانينها وتحترم قضائها وتحترم يعني تاريخها وتحترم مواقفها زادة سيادية. زادة اليوم ناس تعلم انه دولة تونسية معناها شعبا وسلطة ضد التطبيع هذا، لكن في النهاية يحاولوا يمرروا التطبيع. ليش؟ لانه ما فماش حرص على تطبيق القانون التونسي، القانون التونسي يحمي خاطر زاد أثار انه سهاينا وكذا، تنجم تكون حتى شركه اخرى تجي تستغل لك المعطيات نتاع التوانسه حتى باش تستغلهم في الاشهار مثلا. نعرفوا احنا في العالم الرقمي يقول لك راه عندي مليون مستهلك او ولا ابوني معايا باش نبيع لك دي سباس بيبليسيتير، معناتها تنجم تلقى غدوه دي سباس بيبليسيتير اللي بروجرام هذوما اللي موجودين في الجامعه التونسيه واللي هو ممنوع، لكن هما قادرين انه يستغلوها غدوه اذا كانوا العقود ما تحترمش ما تنصش على الشيء هذا، فما بالك استغلالها لاغراض اخرى وهي تجسس على المجتمع التونسي خاصه المجتمع العلمي التونسي اللي هو حاضر ومستقبل البلاد هذه. بالضبط. آخر سؤال رؤوف، أنت قلت في أول كلامك اللي الجديد بالنسبة لجريدة شروق أنه إضافة للملف اللي ينشر على النسخة الورقية اليوم تشتغل أيضا على الجانب الإلكتروني، وهكا ماشي العالم يعني مش تنشر على الورقي ومش تنشر على الانترنت. المشكل أنه مواضيع من نوع هذية يتم حجبها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي العديد من المواقع الأخرى، شو عملنا وجه مليح؟ كيف مش نعمل؟ صحيح، هو نحن اليوم أنا قلت وترانا في الحلقات القادمة باش نحاولوا أنه نتحايلوا على معناها الخوارزميات اللي اعتمدت عليها سواء فيسبوك وإلا غيره تويتر ولا غيره باش نوصلوا المساج للمواطن التونسي. بالتالي معناها هذا حل من حلول الوقتية، لكن الحل الأبعد هو انه الدوله يلزمها تفكر في امنها الرقمي مستقبلا، لانه كما نحن نتمنع وقت ما نتحدث على القضايا العادله هذه في فيسبوك ولا في غيره تجد انه الدوله التونسيه زاده عندها معناها الاكراهات اخرى في العالم الرقمي، بالتالي هذه مساله وطنيه تهم معناها مستقبل تونس ككل، وهي في حاجه الى مؤتمر وطني أنا تشارك فيه كل الأطراف المعنية باش نحمو باش نوفروا أمننا الرقمي. اليوم كل الدول تلقاها معناها ندوات ومؤتمرات حول الأمن الرقمي والأمن السيبرني، وكيفاش اليوم الاختراقات أصبحت سهلة والسرقات أصبحت سهلة. نجم اليوم الشركة هذه أفار أنه هي تتعامل مثلا مع الصين، هي نجم تسرق لك مجهود أولادك. اليوم عندي طالب في كلية مثلا إكس باش ما نسميش، لأنه الكليات باش نسميهم بعض مش مانيش باش نسميهم، مثلا نختم بحث على معناها موضوع معين مازالوا ما خدموش هما، ينجموا يسرقوه، عندهم الحق حسب الكونترا ينجموا يسرقوه، بخلاف انه هو عندهم ديجا وحتى كانوا قانون يمنحهم وكذا ينجموا يسرقوه، لكن في النهايه هما حتى بالكونترات وعندهم الحق باش يهزوه. كيف هذا؟
انا طالب تونسي نصرف عليه وهو مسكين يتعب في الاخر البحث نتاعنا يلقاه يحوص في كاليفورنيا ولا في فرنسا ولا في غيرها. هذا اللي مش مؤسف. معقول مؤسف اي مش معقول جمله غيره من المعطيات. انت مثلا وقت ما نقول طالب يخدم بحث على معطيات عسكريه او معطيات امنيه ما عنده الحق ولا ما عندوش ما هو قاعدين يخدموا هذو مولات المعطيات هذه المفروض تكون في اطار سريه العمل او البحث العلمي لكن اليوم ما عندوش سريه مع الشركه هذه انت مصح على انه ما عنده حتى سريه اي كيف واش عملنا اليوم هذاك علاش قلت راي برشا مسائل اليوم في حاجه المراجعه في حاجه الاحتياطات هي حتى الدول العظمى اليوم اخترقوها فرنسا اخترقتها بيكاسوس الامارات اخترقتها اللي تعتبر معناها ماشيه تجري في العالم الرقمي وسابقه الناس الكل بفلوسها بكل شيء لكن تم اختراقها من بيكاسوس تجسسوا عليها. باهي جانا سؤال من عند متابعينا على صفحة الإذاعة الوطنية سي محمد سألك قال لك تحياتي ليكم السلسلة هذية متاع الملفات هل ستكون يومية في جريدة الشروق؟ لا نتصوروا باش تكون نهار بعد نهار تقريبا حكم الخلل اللي صار البارح والتعطيل اللي عملوه لنا فيسبوك وتويتر وضربت لنا صفحة في تويتر وغيره دونك صارت شوية تعطيلات من المفروض هي تكون يومية لكن باش نحاول إن شاء الله إنه نحافظوا على الأجندة نتاعنا إنه تكون يومية. يعطيك الصحة شكرا جزيلا لك سي عبد الرؤوف بالي صاحب تحقيق شركة صهيونية تتغلغل في جامعاتنا التونسية تتحكم في معطيات أساتذة وطلبة بالذكاء الاصطناعي. اليوم الحلقة الأولى من هذا الملف في ملفات الشروق في صفحة 9 من جريدة الشروق كل النجاح والتوفيق لك.